السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي سعادة وأتم صحة. والنهاردة اليوم التامن، النهاردة اليوم التامن بقى. بصراحة الواحد سقعان سقعان سقعان، متلج، كسلان، مش قادر أو مش عايز يشتغل أو مش عايز يعمل أي حاجة، عايز يتدفى، يفضل متدفي كده. ونشوف الفطار بتاعنا ايه النهاردة. النهاردة ادي معلقة ال بنسى اسمه، كل يوم انسى اسمه، بذر الكتان المفروض ما انساش اسمه يعني، و مزايا، والمزايا عليها 4 معالق شوفان، وال4 معالق شوفان دول احط عليهم شوية مية دافيين واقطع عليهم المزايا دي، ماشي، وكوباية ديتوكس. اتفضلوا. المهم بشكركم على كل كلامكم الجميل، وبشكركم على كل تعليقاتكم الحلوة. ربنا يكرمكم يا رب، ويجعل كل حاجة حلوة بتقولوها لي وكلامكم الجميل يجعله ايه يا رب، يعني يجعله في ميزان حسناتكم، امين يا رب العالمين. دلوقتي انا مش الخميس اللي فات ده، الخميس اللي قبليه قبل يعني، او الاربع، مش الاربع ده، الاربع اللي فات يعني حوالي اكتر من اسبوع كده، كلمت الاستاذ عبد السميع. من الاستاذ عبد السميع؟ الاستاذ عبد السميع اللي عامل مطبخ لبنتي اللي انا عايزه اعمل عنده. ولما كلمته وقلت له استاذ عبد السميع انا عايزه حضرتك تعملي مطبخ وكده، بصراحه الراجل رحب وقال لي ماشي وكده. طيب هو فين؟ في الف مسكن، منطقه اسمها الف مسكن. الف مسكن دي جنب مثلا عين شمس. وبنتي، لان بنتي جنبه يعني، هو المحل ده جنب قريب من بنتي قوي اللي هي عملت عنده المطبخ بتاعها. اما انا بالنسبه لي منطقه الجيزه. فلما كلمته وقلت له استاذ عبد السميع انا في المنطقه الفلانيه، فلقيته مقلقل شويه يعني، مستبعد المكان. قلت له حضرتك ما عندكش عربيه؟ قال لي الصراحه لا. طيب المهم قلنا ما علينا، يعني انت مثلا هو هيجي مرتين، مره هياخد المقاسات بتاعت المطبخ، طبعا لازم ياخد المقاسات عشان يعرف بالظبط ايه اللي هيتعمل ويعمله، والمره التانيه هيجوا الناس اللي هم بيشتغلوا معاه يكونوا عملوا المطبخ بعدها باسبوعين او 3 اسابيع ويركبوه. يعني هو الزياره هيجي عندي مرتين، مره هو اللي هيجي ياخد المقاسات، ومرة الناس لما هيتعمل المطبخ ييجوا طبعا هيجيبوه في عربية ويركبوه. فأنا قلت له طب وتركيب المطبخ ده ياخد وقت؟ قال لي لا، دول هما 2 ساعة زمن. المهم قلت له ايه ماشي. طيب انا يا السبت اللي جاي، يا السبت اللي ورا منه، السبت يعني اللي فات هجيلك، يا السبت اللي ورا منه اللي هو السبت بتاع الاسبوع ده، احنا النهاردة الاربع، يبقى السبت اللي هو جاي ده اللي فاضله بتاع تقريبا ان شاء الله يومين ويجي علينا وعليكم على خير. فطبعا الدنيا ممطره، يعني قالوا ان الدنيا هتمطر، هتقعد 3 ايام تمطر، اللي هو مثلا المفروض الاربع النهارده والخميس والجمعه، ويعني قالوا لك اليومين دول مطره والجو مقلوب. فانا مش عارفه ايه الحل، اعمل ايه؟ هل ااجل؟ كمان انا هنا في الشغل قلت، لان انا اجازتي بتبقى يوم الخميس، اجازتي انا هنا في الشغل بتبتدي يوم الخميس اخر النهار، يعني باخد اللي هو الجمعه اجازه ويوم السبت الصبح بروح الشغل. فانا قلت المهم جيت اتكلمت مع، قلت له استاذ عبد السميع طيب ما علينا، يعني هندبر المسافه دي، مش قصه يعني، انت حضرتك لو ركبت المترو وجيت مره تاخد المقاسات فهي مش قصه بالنسبه لك، يعني المره اللي بعد كده هيجوا الناس بالعربيه وهيركبوا المطبخ وهنخلص، يعني مش هتيجي مره واتنين وعشرة وكده يعني. قلت له طيب انا هاجي لك قبل حضرتك يوم السبت الصبح، لان انا بعد كده على الظهر اللي عندي شغل. فقال لي لا، يوم السبت الصبح ده انا باجي من بلد، باجي منين يا ربي؟ بلد اسمها المنوفيه، انا باجي من المنوفيه يوم السبت على الظهر، يعني عبال انا ما بوصل من المواصلات وكده وبتاع، وصل المحل على الظهر. قلت له خلاص.
هاجي لحضرتك يوم الخميس، يعني قلت مثلا اطلع من الشغل يوم الخميس عليه هو، فراح قايل لي لا ده انا يوم الخميس بمشي على الساعة 3 عشان انا هسافر البلد. يا دي الوقعة. طب يا استاذ سماء الحل يعني؟ المهم قلت له بص ربنا يسهلها. فجيت هنا في الشغل اتفقت معاهم ان انا مش هاجي يوم السبت، يعني انا همشي يوم الخميس ومش هاجي يوم السبت، على اساس ان انا يوم السبت اروح له، او يعني اروح لبنتي ونروح له احنا الاثنين سوا، لان بنتي اللي عارفه المحل. فدلوقتي الدنيا طبعا الجو مش عارفه، يعني الجو كده بيقولوا انه هيبقى صعب ومطر وبتاع، انا ما يفرقش معايا البرد، يعني لو في تلج ما تفرقش معايا، انما اللي يفرق المطره الزحاليق، لان احنا عندنا في الاحياء الشعبيه كلها زحاليق. لو تعرفوا الاحياء الشعبيه يعني شوارعها ضيقه وبتبقى عامله طينه وبتاع وكده. فوالله مش عارفه ايه الحل، مش عارفه. ينطبق عليا المثل اللي بيقول جات الحزينه تفرح ما لقيتش مطرح، مش عارفه مش عارفه ربنا هيسهل بايه، مش عارفه. يعني لو احاول بقى يوم الجمعه اخر النهار، لو لقيت مثلا يوم الجمعه اخر النهار الجو كويس احاول ان انا اكلمه واتفق معاه، على اساس ان انا اشوفه يوم السبت واروح اتفاهم معاه. طيب انا ليه عايزه الاستاذ ده بالذات اللي اتعامل معاه؟ اول حاجه انا لما ادخل صنايعي عندي البيت لازم يكون من طرف حد. طب ليه يكون من طرف حد؟ يكون من طرف حد او عمل لحد شغل انا اعرفه، ويكون اعرف ان هو عنده مصداقيه، اعرف ان هو عنده مصداقيه وكويس. اول حاجه هو شغله كويس ما شاء الله عليه. تاني حاجه باله طويل ومحترم، ولما كانت بنتي اللي لاحظته ان بنتي لما كانت بتتعامل معاه كانت بتفضل تفاصل معاه وتقول له ده لا او ده او ده لا او ده اه، والحاضر ونعم حاضر ونعم حاضر ونعم. الصراحه يعني ما شاء الله عليه ربنا يكرمه. قليل قوي لما نتعامل مع صناعيه او مع اصحاب مهن معينه يكونوا كويسين. انا من الناس اللي صعب قوي ان انا اتعامل مع، يعني هم بصراحه، يعني بصراحه الصنايعية كلهم صعبين جدا في المعامله. انا كان عندي الخلاط عندي بتاع المطبخ مخلوع بقاله 7 8 سنين، عايزه اقول لكم ان رحت لسباك واحد واتنين وتلاته، طب يا ست روحي وانا جاي وراكي، يا ست روحي وانا جاي وراكي، يا ست روحي. كل اللي يعرف يقول لي هو الشغل في ايه، اقول له عندي خلاط هتركبه وعندي معرفش ايه هتعمله. طب حاضر، زي ما يكون يقول لك يعني انا هطلع الدور الخامس عشان اركب خلاط واعمل حاجه. طب يعني وانت لما تركب خلاط او هتعمل شغلانه او اي حاجه ما انت تاخد عليها فلوس؟ يعني انا ما اعرفش الناس دي ايه بتفكر ازاي. وبعدين احنا جنبينا ناس كتير بتعمل مطابخ، طبعا احنا في منطقه الجيزه فناس كتير بتعمل مطابخ وبتاع، بس انا بصراحه يعني انا مش عايزه اتعامل مع حد يطلع عيني، لان اغلبيه الصنايعيه او الناس اللي بتشتغل المهن دي كلها، يعني مش كلها، يعني انا اتعاملت مع ناس كتير معاملتهم صعبه 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 من هنا للسنه الجايه. بيمطلوا معاك في الوقت، هات فلوس هات فلوس هات فلوس، والشغل ممكن تكون متفق معاهم على شغل يعملوا لك عكسه او غيره، او الشغل مش حلو او بايظ، او يعني بص مش عايزه، يعني انا مش عايزه اخش بقى في ازمات ومشاكل، انا عايزه اريح دماغي، انقي حد كويس يعمل لي حاجه معقوله وياخد فلوسه وبالسلامه. لكن حته الصناعيه دولت بصراحه، يعني البيت لما بيكون فيه صنايعي سواء كان نقاشه او سباكه او ايا كان، الواحد بصراحه انا نفسي والله ببقى كارهه نفسي، لان بصراحه معامله الناس المهنيين دولت صعبه جدا جدا جدا. ما صادفتش حد على مدار فترات طويله، ما صادفتش حد عنده مصداقيه ان هو يعمل شغل كويس، او تكلمه يقول لك ان انا جاي وما يجيش، او يعني اي كان كده. يعني بصراحه هم متعبين
فمش عارفة، ربنا ييسر الحال يا رب ويعدي الأيام دي على خير، والجو يبقى كويس يوم السبت عشان أخلص من الموضوع ده هوت. بس يعني أديله مثلا عربون وياخد المقاسات وأريح دماغي، وربنا يقدم اللي فيه الخير. ومتشكرة ليكم، ومعلش أنا أسفة كنت طولت عليكم، أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه يا جماعة، بصور لكم الأكل بتاعي أهو. ده خضار مشكل يعني على بعضه كده، خضار مطبوخ على بعضه، ودي فراخ، ودولت 4 معالق رز، ودي السلطة، ودي معلقة مزهر الكتان.